محفوظ. القوم كلهم يقولوا ما حطينا فيها الفلوس، حطينا في تل الفلوس. اها وحيث وجد حزبنا شكري بالعيد حزبه الا وكان يدعو للفوضى والتخريب والتحريض في كل المواقع اللي مشات. هؤلاء الذين انقذوا او حاولوا ان ينقذوا وما زالوا يحاولون لن يراعوا اي مصلحه للتونسيين. بدا سلم وبعد انا نقول تدخلت ايدي خبيثه وما نقولش حاجه اخرى. ايدي خبيثه اللي حاب يفهم اللي هو ايديه خبيثه شيخ. بعد انطلاق هذه المسيرات دخلت الايادي الخبيثه وهيجت الاوضاع. الى متى؟ شنو مبنكين في القصور؟ مبنكين في مرسيدساتكم؟ تاتا نشوفوا كوهم لكم جايينكم جايينكم.